معنى آية إن كل نفس لما عليها حافظ؟ قال الله تعالى في محكم التنزيل في سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ أي أن كل نفس من البشر من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة عليها أو معها حافظ مرسل من الله تعالى كي يحفظ هذا العبد من كافة الشرور والمصائب والآفات ويوفر له الحراسة الربانية. واختلف أهل العلم في تفسير كلمة حافظ في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ. فالقول الأول يقول الحافظ هو الله تعالى، حيث من أسمائه الحسنى الحافظ والحفيظ على عباده. وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. أما القول الثاني وهو الأرجح عند جمهور العلماء أن المقصود بكلمة حافظ في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ هم الملائكة الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد صغيرة كانت أم كبيرة، والتي تعرض على العبد يوم القيامة بخيرها وشرها من خلال وجود ملك على يمين العبد وملك عن شماله لكتابة حسنات وسيئات العبد، وملك من أمام العبد وآخر من خلفه لحراسته في النوم واليقظة من شر الإنس والجن وكافة الشرور ما لم يقدر الله شيئا آخر فيتركانه لقدر الله.